لو انا ايدي على كتفك من دلوقتي، انا لو في مشروع دلوقتي مشترك بيننا وبينكم، والله انا ما شافش غير لما اكون فاضي في العقد حقيقي يعني. والله اسال استاذ محمد، انا بقول لك ايه يعني، انا اولا منبهره بجمال تطوان. انا اول مره اجي تطوان وعمري ما كنت اتخيل الجمال الساحر ده، حاجه ورا الخيال. انا ماشيه بقول سبحان الله تبارك الله، يعني شيء عظيم. وبقول ازاي يعني، ازاي ما بنصورش افلام هنا ازاي؟ فانا بقول لكم ارجوكم لو في عمل مشترك بين مصر والمغرب ممكن ترشحوني. لا مستحيل يعني كمان بصراحه. بنات كان عندي زملاء جم هنا وقعدت اتكلم معاهم وقعدوا يعني، هو يعني بجد كل اللي قالوه انا لقيته بالظبط. جمال البلد وطيبه اهلها وطبعا شفت كتير فيديوهات قديمه من المهرجان وكان كل الاحساس اللي جوايا. انا اسعد واحده في الدنيا النهارده ان انا هكون من ضمن المتكرمين في المهرجان. وحاسه انه بجد والله انا بتكلم دلوقتي والله وانا كل جسمي بيشعر. انا النهارده انا اسعد واحده في الدنيا بجد. انا بعشق المغرب جدا. انا صورت على فكره فيلم كازابلانكا وجايه باذن الله في شهر 5 اصور في فيلم اهل الكهف. وبجد انا بعشق المغرب. انا بنتي معايا وبنتي كان حلم حياتها تيجي المغرب، وانا كنت موعداها ان انا لما هاجي اصور الفيلم ان انا هجيبها. فانا كنت اسعد واحده في الدنيا ان انا مش بس جايه المغرب، انا جايه مهرجان عريق وعظيم زي مهرجان تطوان. وشفت من قديم الازل مين النجوم من كل انحاء العالم كانوا موجودين. انا فخوره وسعيده وبشكرهم من كل قلبي، وبتمنى ان انا افضل اشتغل كويس على نفسي واعمل احسن عشان اجي في يوم من الايام حتى لو مش هتكرم اجي بالحضور، اجي لجنه التحكيم، اجي احضر بس فور ناثينج، بس ان انا اشوفكم. كنت اسعد واحده في الدنيا وحقيقي ناس كتير كلمتني عنكم قبل ما اجي والله. اخرهم كمان احمد رزق.